وخلال الافتتاح توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لأبناء الشعب المصري لتحملهم إجراءات الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مطالبا الحكومة بسرعة إنهاء اشتراطات البناء الجديدة، وكذلك مد تقديم منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري. الناس ظروفها صعبة، فإذا كان كده نكمل مش 500؟ اي فندم، 500 جنيه في الشهر للعماله الغير منتظمه. طيب نكمل، وحتى لو في طلبات جديده نشوفها. حاضر. يعني ما هو القطاع السياحه برضه لسه ما قامش. حاضر يا فندم. وفي قطاعات كتير ما اتعملتش، فنتحرك. حاضر. مش عايز اطول عليك، لكن عايز اقول كمان بالمره، ما دام اتكلمنا، انتوا النهارده قلنا اشتراطات البناء، مش كده؟ والدنيا واقفه. فده مش المصلحه. لان ده في كل الجمهوريه، احنا هناخد 6 شهور كتير. فلو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها على الناس، والمسار الجديد اللي هيتم بيه اللي هو ازاي هننظم عملية البناء في مصر بالشكل الجديد عشان تتحرك الدنيا. الرئيس السيسي قال أيضا إن الدولة عندما تنشئ كبار تحافظ على الحركة أسفل منها، مضيفا أن الدولة أنشأت 22 كبر في 6 أشهر فقط على الرغم من الكتلة السكانية الصعبة في تلك المناطق. دهب بيتكلم على 22 كوبري في 6 أشهر، بيتكلم على 400 كيلو في 6 أشهر. جوه إيه؟ جوه كتلة سكانية صعبة، يعني في حركة للناس ومصالح ليها، وبالتالي احنا كل ما بننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس. فتصوروا ان احنا في خلال 6 شهور بنحل الحركة في شرق القاهرة من اول طريق السخنة في اتجاه الشرق، ومن اول طريق بلبيس برضو في اتجاه الشرق، ثم المحاور العرضية والطولية اللي اتخلقت خلال ال6 أشهر دول. أما بشأن مستوى الأداء الحكومي خلال فترة انتشار وباء كورونا، قال الرئيس السيسي إن أداء الحكومة كان محل تقدير من العديد من الجهات الدولية، مشددا على أنه يجب أن ينتبه الدولة والمواطنين للحفاظ على ما تحقق بالتزامن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة ومصداقية كاملة. احنا ده ما فيش مجال للعبث في مثل هذه الامور. لا، اللي بيحصل بنقوله. طب انتوا شايفينه انه يعني الدنيا كلها متتغيره، وعدد كبير جدا في دول من غير ما نذكر اسماء العدد بيصل لالافات تاني. ما دي الموجه التانيه المحتمله اللي انا بقى نفسي من خلال الكلمه اللي بنقولها دلوقتي، ننتبه كدوله وننتبه كمواطنين ان احنا نحافظ على ما حققناه. احنا عملنا نجاح وكنا بنتمنى نصل للصفر، ما وصلناش، لكن على الاقل خلاص احنا دخلنا على الشتاء تاني اهو. فلو احنا ما خدناش بالنا هنواجه مشكله كبيره. في شأن آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بعض القنوات المغرضة ظلت خلال الفترة الماضية تشكك في الإنجازات التي تقوم بها الدولة بهدف هدم الوطن، مشيرا إلى أن قوى الشر تسعى إلى العبث بوعي المصريين ودفعهم إلى زعزعة الاستقرار وخسارة المكتسبات التي حققتها الدولة. أنا دايما أقول لكم إيه، براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين. مش هم قعدوا الكم اسبوع اللي فات يعني يولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبه اللي احنا بنعملها، اللي احنا ايه، ما احنا يا نعمل يا نسكت. نسكت تشوفوا المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا. ما نسكتش ونعمل ونصلح فهيبقى في ظروف صعبه. فهم بيختاروا الظروف الصعبه عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم ابدا.